أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في خامس حلقات برنامجكم كلمة سواء. في هذا البرنامج نتناول بعضا مما يقوله إخواننا الشيعة وأيضا ما يقول الإخوان من أهل السنة والجماعة حول بعض النقاط الخلافية حتى نبرزها للسادة المشاهدين بحياد كامل وتام، وهذا ما أؤكد عليه من بداية حلقاتي. وإن قناة صفا هي فقط تلتزم بميثاق شرف العمل الصحفي، ونحن نؤكد على أننا لا نتعامل إلا بما تعلمناه في معاهد الإعلام وكلياته، أن الرسالة الإعلامية هي عبارة عن رسالة نوصلها عبر وسيلة إذاعة أو صحافة أو تلفزيون أو إنترنت أو ما يستجد من تكنولوجيا إلى مستقبل عبر مرسل وهو المذيع من خلال ضيوف أعزاء، فتصل الرسالة فيحدث رجع صدى أو فيدباك أو رأي عام يوضح له هذه الرسالة وتصل إليه ويتشربها. فنتمنى أن نوصل رسالتنا حول هذه الخلافات حتى نتقارب عبر قناة صفا بأمانة وحياد تامين. أهلا بكم، رحبوا باسمكم أعزائي المشاهدين بضيوف الكرام الأستاذ محمود جابر الباحث والكاتب مدير مركز النور للدراسات العلمية. أهلا بكم. أهلا بكم سيد محمد، وأهلا بالسادة المشاهدين. ايضا ارحب بالشيخ عدنان بن محمد العرعور المشرف العام على جامع السنه النبويه. اهلا بك شيخ عدنان. اهلا بكم وبالمشاهدين الجميع. اعزائي المشاهدين، تناولنا في حلقاتنا الاربع الماضيه مساله تحريف القران وراي اهل الشيعه وراي اهل السنه فيها، ونرجو ان نكون قد اوصلنا رساله، ونعتذر عما بدر منا من تقصير نظر لضيق وقت حلقات البرنامج. وإذا ما كان هناك أسئلة في أذهان السادة مشاهدين الكرام من الطرفين فتليفونات القناة معروفة للجميع، فمن يريد الاتصال ليؤكد لنا أو يضيء لنا شمعة في طريق لم نصل إليه حول هذا الموضوع تحريف القرآن فنحن ننتظر الاتصال منه مشكورا. أغلقنا هذا الباب بالأمس، اليوم نتحدث عن موضوع كما أعلنا في نهاية حلقة الأمس عن الإمامة. نبدأ هذه الحلقة بسؤال، هل هناك، والسؤال للطرفين، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة مجملا أو بالخلافة مجملا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة تختار وترك الأمر شورى؟ هذا السؤال مطروح على طرفي حوار اليوم، أستاذ محمود وفضيلة الشيخ عدنان. ونبدأ بالأستاذ محمود، وأذكر أدب الحوار، أذكر بعدم التجاوز سواء من ضيوف الكرام أو من السادة المتصلين. المسألة ليست انفعال، المسألة هي وجهات نظر تصل بأدلة ثبوتية سواء كانت من الكتاب والسنة أو كانت أدلة عقلية، فمن كان له هذا التداخل فليتفضل ونحن نعرض وجهة نظره كاملة. أيضا نلتزم بالحوار 5 دقائق لكل ضيف. تفضل أستاذ محمود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمامة هي تمام الرسالة. نعم. والله تعالى هو الذي جعله. وهذا ثابت في كتاب الله تعالى في أكثر من آية وفي أكثر من موضع. ففي سورة البقرة يقول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. نعم. لنداء القرآن. تفضل. نعم. تفضل. وفي سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وفي نهاية الآية يقول: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. والنبوة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. نعم. والآية التي قبلها منهاج النبوة والاصطفاء فيها يسير كيف؟ يعني الميكانيزم بتاعها ماشي ازاي؟ بيقول: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. إذن هو في صلب.
إذا في صلب في تسلسل في تسلسل عايز تقول هذا يعني إيه؟ هذه آية، الآية الأخرى وهي وكذلك يجتبيك ربك. الاجتباء هنا كما قلت الاجتباء والإمامة من الله. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث في يوسف. نعم. وقبلها قول الله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب. نعم. واجتبينا أيضا وفي قول الله تعالى في الجاسية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. النبوة نعم. النبوة والكتاب، والكتاب هو العلم. نعم. يعني الكتاب هو العلم. والنصوص المروية النصوص المروية والصحيحة والمعتمدة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بالأمر إلى الإمام علي في أكثر من موضع من هذه المواضع. ففي صحيح مسلم باب فضائل علي عن زيد بن أرقم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي ربه رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم ثقلين. الحديث في مسلم. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. يبقى الوصية باثنين، الأولى بكتاب الله تعالى للرجوع والاحتكام والأخرى وأهل بيتي. نعم. والسؤال لماذا أهل البيت ولماذا خصص الحديث الأخذ من أهل البيت فقط وليس من عموم الصحابة كما يقولوا. يعني قبل أن نصل إلى هذا السؤال يعني أنا ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن هذه الآيات خصت تحديدا أو قالت تحديدا بأن هناك وصية لأحد؟ نعم تفضل. ويروي مسلم أيضا في صحيحه بسندي عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخل، ثم جاء الحسين فأدخل، ثم جاءت فاطمة فأدخل، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. ولما نزلت الآية آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. هنا يتساءل البعض هل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيتي؟ والإجابة عند مسلم حينما يقول إن المرأة تكون مع الرجل العصر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها، إنما قصد بأهل البيت هم من حرموا الصدقة. نعم. هم من حرموا الصدقة أي هم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ثم عندي الحديث بتاع غدير خم والحديث مروي في كل مرويات أهل السنة. الحديث مروي في كل مرويات أهل السنة حديث الإيه؟ نعم. حديث الغدير. الغدير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انصرف من الحج فدعاهم جميعا ثم صنعوا له. طب في 30 ثانية باقية لي يعني كل هذا تلخصه أو ماذا تقول من وراء ما سردت من هذه الآيات؟ ما أنا أقول أنا أنهي بس بالحديث. تفضل. طب حديث الغدير عندي 30 راح منهم 20 سنة. حديث يبقى لك 20 سنة يا أستاذ محمد سيبني أكمل. لا حديث الغدير في وقت آخر يعني. تفضل. حديث الغدير رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله وسمعت منه. النهاية أنه وصل إلى نص الحديث المروي عند مسلم والمروي عند أحمد والمروي عند الحاكم في قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. انتهى الوقت، تفضل شخدان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد لا بد للجمهور أن يعرف القصة من أولها. كان المسلمون كما قال تعالى أمة واحدة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم خير أمة أخرجت للناس، مؤلفة قلوبهم مجتمعة أبدانهم على كلمة سواء
في داخلهم وفي وجه عدوهم إلى أن دعا المدعي بعد علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالإمامة، فجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان واغتصبوا علي رضي الله عنه هذا التكليف العظيم من الله عز وجل، فأصبحوا بذلك فاسقين فاجرين كافرين مرتدين. لما أصبحوا كذلك أخلق الشيعة هذه الفتنة بين المسلمين وحصلت هذه الفتنة. سمعنا وكنا نعلم، كلكم سمعتم إلى ما أورد من آيات وما سرد من أحاديث. أي عاقل، أي مسلم، أي عربي من قريب أو بعيد يفهم قليلا من اللغة العربية، ولا أقول عربي، يفهم من هذه النصوص أن الوصاية وأن وراثة الدين كانت لعلي ثم للحسن ثم للحسين ثم لأولاد الحسين من زوجته الفارسية، وليست من زوجتيه العربية، واحدة بنت امرؤ القيس واحدة ثانية عرب أقحاح، لا جعلوها في الفارسية، ثم قلقوا هذه الفتنة فكفروا العبادة وأوجبوا ذلك. هذا يجب أن يعرف كل مسلم أن الولاية ركن من أركان الدين الأربعة، وليس في أركان دينهم صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك. أركان الدين عندهم التوحيد، ثم الركن الثاني الولاية. وقالوا بالنصوص الموجودة أمامي الآن، وإذا طلبها الأستاذ أقدمها، من أنكر الولاية فكمن أنكر النبوة. فمعنى ذلك يلزمك أن تؤمن أن عليا كان هو الوصي على الخلافة، وإذا أنكرت ذلك فأنت من المخلدين في النار. يا ريت المسألة أيها الإخوان تقتصر على حبيبنا وإمامنا ومولانا وولينا علي رضي الله عنه، لكن المسألة امتدت إلى أن من لم يؤمن بذريته كذلك من زوجة الفارسية، حتى هذا المسردب في السرداب، حتى هذا المسردب في السرداب، إذا لم تؤمن أن هناك واحد مسردب في السرداب من 1200 سنة فأنت كافر حلال الدم. قال المفيد هذا الشيخ الطائفة، واتفقت الإمامية، اتفقوا، لاحظ، اتفقوا اتفاق على أن منكر الولاية. لو تسمح لي يا أستاذ محمد، هدي وقت إضافة. لا لا، ما فيش وقت إضافة. في سؤال أنت سألت، ده مش مداخلة. لا، هو هنا لا يرد على السؤال. انا سالت حضرتك نفس السؤال، لم تجبني اجابه صريحه، بل عاد وقتي من جديد. عاد وقتي من جديد، هذا من وقتي من جديد، هذا وقتي من جديد. انت سالت هو يعلق على لا يا اخوان، انا هو سالت وجهه نظر. هل مات حلقات؟ السؤال لا، عندنا حلقات وحلقات. انت قلت انا اوجه الاسئله، عفوا استاذ محمود، انا اوجه الاسئله، اذا كان لك سؤال وجهه له في حينه. ما دي نقطة نظام الشيخ محمد، نظام أنا أتحكم بها بعد إذن حضرتك. يترك له الفرصة، اترك له الفرصة ثم أسأل في وقتك. تفضل يا شيخ حنان، تفضل. هو يشرح وجهة نظره وما قاله الشيعة من وجهة نظري. تفضل يا شيخ حنان. هو قال بالأمس قاعدة جميلة، قال لا تلزموني أن أجيب كما تريدون، وأنا حر في الإجابة، وكل شيعي عاقل، ولا ما أخاطب أهل السنة، يعرف أنني لم أخرج عن الموضوع لأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد إلا لأبي بكر، بالدليل أنه عندما مرض صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، والصلاة يومئذ هي الدرجة الثانية بعد الولاية، إمامة الصلاة الدرجة الثانية. وصلى علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه ورأى أبي بكر ولم يعترض للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنت وصيت لي، كيف تأمرني أن أصلي ورأى أبي بكر؟ إذن الوصية غير مباشرة، خلينا نكون صادقين، وصية غير مباشرة. لقد رد على سؤالك، ثم لحظة، هو قال كل رواياته غير مقبولة. أين صحيح مسلم؟ والله لخبط في رواية مسلم، نحن لا نقبل منه رواية إلا يجيب صحيح. وقتك انتهى، وقتك انتهى. أيوة. شيخ عدنان، أيوة. الدقيقة الذي تدخل فيها الأستاذ محمود لك، تفضل. جميل. دقيقة زيادة. الله يبارك فيك. إذن
أنا أجيب كما أريد كما قال، وممنوع يقرأ هنا ممنوع يقرأ نص من كتبنا أهل السنة والجماعة إلا أن يأتي بالكتاب. نعم. أليس هذا شرطه؟ نعم. ألم يبطل كل الروايات؟ أتفق على هذا الرأي. ألم يبطل؟ نعم. أيوه. إذن يأتي بصحيح مسلم ويأتي بصحيح التزوير الذي أحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم كتاب الله ثم قال أذكركم الله بأهل بيتي في أهل بيتي. جميل. نحن إذا ماذا معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم وأوصيكم بطاعة أهل بيتي وأنهم أوصياء من بعدي؟ قال أذكركم الله في أهل بيتي. وأهل بيتي في هذا الحديث لا يشك مسلم أن أهل بيته قبل كل شيء هم نساؤه يذكرنا بهم وهم أخذوا بهذه الوصية الشيعة أخذا كبيرا وقالوا أن عائشة فاجرة كافرة أخذا بالوصية شكرا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. شكرا لك شغنين. أستاذ محمود عشان بس نحدد المواقف والأمور، هو تداخل فأخذ منك دقيقة، أرجو عدم التداخل. الجزئية الأخيرة يعني أنت شرحت أو سردت أكثر من آية، هل لك أن نأخذ آية آية وتوضح ما المقصود من هذه الآيات؟ عجيبة. ودليلك يعني مثلا عجيبة يعني انت استاذ محمود بعد اذن حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. نعم. صدق الله العظيم. ماذا تعني هذه الآية وما علاقتها بسؤالي وما علاقتها بسؤالي الذي طرحته أنت؟ هل هناك وصية بالإمامة مجملا أم بالحكم أم ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر اختيارا وشورا؟ تفضل. أنا قلت وناخد آية مما سرد أن أمر الإمامة والحكم هو أمر إلهي. نعم. يعني مقصودك من هذه الآيات كذا أمر إلهي. نعم تفضل. الله تعالى حدد الإمامة حدد الإمامة وحدد الحكم وحدد الولاية في آياته وجعلها في الذرية ذرية بعضها من بعض ومن آبائهم ومن آبائهم وذرياتهم. نعم. إذن هذا هو خط فات من وقتك دقيقة، تذكر أن لك أربع دقائق معنا على الهاتف. الأستاذ عباس الجمري فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أخي أستاذ محمد أنت البارحة قاطعتني في كل مداخلة. لن أقاطعك، تفضل يا شيخ أستاذ عباس تفضل. نعم. بداية أنتم حصرتم الموضوع في جهة معينة، لا بأس، متعودون على هذه الحالة. سؤالنا عشان نبقى واقعيين ومحددين يا أستاذ عباس بعد إذن حضرتك، هل وهو هذا السؤال الذي طرحه الأستاذ محمود شخصيا يعني ليس من عندي ولا من عند الشيخ حدان ولا من عند أحد، هل هي بالإمامة مجملا أو بالحكم عامة أو بالخلافة لأحد، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر شورى بين الأمة؟ هذا محور حديثنا ولك أربع دقائق. اعتقاد الشيعة أن مسألة الشورى هذا تهريج أصلا ليس مقبول. نعم. الرسول صلى الله عليه وآله وضع الأمة على الجادة. نعم. وقال اليوم أكملت لكم دينكم. إكمال الدين حدث عند ما وضع علي بن أبي طالب وليا وإماما للأمة، هنا اكتمل الدين. نحن نستدل على إمامة أمير المؤمنين بالنص، النص القرآني والنص المتواتر عن أهل البيت صلوات الله عليهم، والنص الصحيح باتفاق الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أما القرآن فيقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله والذين آمنوا الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تقريبا هناك إجماع إلا من شد من النواصب على أنها نازلة في علي بن أبي طالب. هذه آية. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أهل السنة يؤولون هذه الآية وأهل الشيعة يؤولونها، نحن لم نأتي ببدع في الدين. نعم. أهل السنة يقولون أن أولي الأمر اختلفوا على ثلاثة أقوال كما يقول الطبري في تفسيره، يقول قالوا أنهم أن أولي الأمر الصحابة، وقيل قالوا أنهم فقط أبو بكر وعمر، وقيل قالوا أنهم الأمراء
إذن أنتم تتأولون أولي الأمر، إذا تأولناها نحن في علي قلتم أنتم كفرة، أنتم مغالون، أنتم تتأولون القرآن، نحن نتعامل مع النصوص القرآنية كما يتعامل أهل السنة تماما. طيب يا أستاذ عباس، يا أستاذ عباس بعد إذن حضرتك أستاذ عباس، نعم. يعني أنت قلت الآية اللي هي إنما وليكم الله ورسوله، إحنا في المداخلة لك دقيقتين فقط نكمل فيهم، تحدث حول هذه الآية، ما هو دليلك على أنها يعني اختصت بإمامة علي رضي الله عنه أرضه؟ أي آية منهم؟ نعم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم، هناك حصر في هذه الآية، نعم، في صاحب الولاية. دليلك وتعالى. دليلك للسادة المشاهدين. نعم، دليلي هو يعني هناك من فسر هذه الآية أنها كانت تخص سعد بن عبادة. نعم، لا يلزمني أنا نعم، تفضل أستاذ محمد. تفضل محمد، أنا معك. تأويلكم وتفسيركم ليس تأويلي، إنما هو ما كتب في كتب سواء كانت شيعة أو سنة. عن دليلنا أو تسألني عن دليل أهل السنة؟ نعم. أنا لا يهمني رأي أهل السنة. لا، قل لي دليل أهل الشيعة حول هذه الآية. نعم، تفضل. دليلنا حول هذه الآية أن الله حصر الولاية في ثلاث جهات، فيه نعم. سبحانه وتعالى، نعم، وفي رسوله صلى الله عليه وآله، وفي الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ فسرها قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شكرا لك وأنت معنا طوال الحلقة. شكرا أستاذ عباس، شكرا أستاذ عباس، وقتك انتهى عشان احترام وقت المحاضر. تفضل يا أستاذ. يا أخوان، هو يرد ثم نرجع إليك. يا أخوان، حتى لا ننسى الحوار، جهزوا أنفسهم ونريد منهم نصا صريحا واضحا من الكتاب والسنة أن الولاية لعلي وما يترتب عليها، ولو أنهم أثبتوا عن علي لقبلنا ذلك. لم يأتي بكتب ولم يأتي بنصوص، وأتى بآية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قالوا هذه على علي وورثت علي. لك أي واحد منكم يا أنا والله فرحان وأنا مسرور، وين الدليل على ذلك؟ لك بس بينوا لنا من قريب أو بعيد، وإنهم حصروا جندهم وأتوا بأسلحتهم وإذ لا يوجد شيء. أنا أذكركم الله يا أيها المسلمون، خلينا في الآية إنما وليكم الله ورسوله، سأجيب. لكن هنا قاعدة، الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء. الله عز وجل ذكر في القرآن النملة والضفادع والبعوض والذبابة، ولم يذكر علي رضي الله عنه في أمر أهم من الصلاة. على قدره. ذكر الله عز وجل الصلاة عشرات المرات، وذكر الزكاة عشرات المرات، وذكر من الحيوانات. وغفل الله أم نسي وما كان ربك نسيا أن يذكر قضية علي رضي الله عنه لينهي الفتنة بين المسلمين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لما؟ لاحظ التعليل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لاحظ حتى لا يقع خلاف. قال الله وما كان الله، اسمعوا الآية أيها الفضلاء الشيعة أيها الكرام، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله أكبر. حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى تبيانا لكل شيء، لكل شيء إلا علي. فهم يطوحون. أما الجواب على الآية، هذه الآية يا أيها الكرماء إنما نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. كيف يقول الله عز وجل أول الآية، اسمع أول الآيات، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. جميل. من الذي ارتد ومن الذي رد الناس إلى الإيمان؟ علي أم أبو بكر؟ أسألك بالله وأسأل كل شيعي، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم وبيحبوا. من أتى الله بعد المرتدين بمن؟ أتى بعلي؟ ووالله إن الله لا يحب عليا، ووالله إن عليا لا يحب الله ورسوله. لكن من أتى الله بمن؟ أتى بأبي بكر من بعد المرتدين، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي. إذن هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل. تقصد أن هذه الآية نزلت في أبو بكر على أنه هو الذي قاتل المرتدين. هو قاتل المرتدين. ثم لاحظ، إنما وليكم الله معنى وصيكم يعني من بعد الرسول. فإذا فسرنا هذا بمعنى الوصي،
يعني وصيتكم من بعد الرسول بعد ما يموت هو الله بصير أمير عليكم وبعدين بصير عليكم النبي وبعدين بصير عليكم علي. إنما معنى الآية لغة راجعوا قواميس اللغة ولي الولي الناصر المعين المحب المحبوب هذا الولي فيقول الله عز وجل للأمة كلها لا يقول لذرية دون ذرية يقول من يرتد منكم فسيأتي بقوم يحبهم ويحبونه فأتى بأبي بكر إذن هو يحبه أول واحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذول كلهم تشملهم الآية عندنا لا نفرق بين أحد منهم. فالولاية تعني النصرة النصرة والمحبة والتأييد وكذا فلاحظ المسألة غاية في الدقة. إذا نحن نقول هؤلاء كلهم أولياء الله عز وجل. قال في آية يا أيها الذين آمن لا قال كلمة خطيرة وأرى أن يستغفر رب منها. قال الشورى تحريج لطيف استغفر الله ناقل الكفر ليس بكافر تعرف شو قال؟ قال تعالى وأمر شورى بينهم هو قال الشورى تحريج أعوذ بالله. الشيخ قال إن الله تعالى لم يذكر عليا صراحة في القرآن وذكر النملة وقال على النمل كل مساكرة سمعت يعني أوضح للسادة المشاهدين ليس لك أنا أوضح للسادة المشاهدين الكرام يعني قال الشيخ عدنان أن المولى عز وجل ذكر من هم دون علي على مكانته وقدره فقال مثلا يا النمل ادخلوا مساكنكم وذكر الكلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وغير ذلك فإذا ما كان قوام الأمة والذي يسوس لا تقطعنا بعد طيب. والذي كان يقوم بقوام الأمة ويسوسها ويحفظها من الفتن ومن إراقة الدماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ونتفق جميعا على هذا أن إراقة دم مسلم تتزلزل لها الأرض لم يذكر علي صراحة حتى يمكنه من هذا الأمر هذا ما قاله شهدان تفضل الله تعالى لم يذكر الصلاة نعم تفضل في القرآن لم يذكر صلاة الصبح كم ركعة ولا كيف تؤدى وهي أهم وآخر ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة سجل شيخ فلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي الظهر ولا كيف نصلي العصر ولا كيف نصلي المغرب ولا العشاء ولا العيدين الله تعالى ذكر الحج ولم يذكر أركانه التفاصيل يا التفاصيل ما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف إذن والتفاصيل هذه جاءت على لسان رسول الله فمنكر ما جاء على لسان رسول الله هو منكر يعني بدليل آية بتقول وما تأكم رسوله فخذوه وما نعم نعم, نعم أحسنت فإذن هو كي يقول أنه لم يأتي على لسان الله هذا كذب لأنه جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه هذا أمر. الأمر الثاني قال أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم وصى هم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية بعضهم وأقول أن المؤلفة قلوبهم الذين جاءوا إلى المدينة بعد فتح مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبه وحيائه قال لا هجرة بعد الفتح لماذا قالها حتى لا يأتوا الناس بأطماع الدنيا انظر معي حديث البخاري يقول عن ابن عباس ما نتصل بعد ذلك لا اخلص كلامي وخد اتصالك عشان ما تقطعش فكرتي هو قص من الكويت هتقطع من الكويت ينتظر على الكنترول ما تقطعش فكرتي يقول البخاري في عن ابن عباس هو انتظر على التليفون الكويت وانت معنا طول الحلقات الشيخ صالح العزمي اتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه لا بد أن نبين بعض الروايات التي قد ذكرها في الحلقات الماضية فضل. ولم يكن عليهم ثمة رد ذكر آية الرجم بأنها من أقوال عمر بن الخطاب في التحريم وهذه الرواية ذكرها الطوسي واستدل عليها بأنها من أقسام المنسوخ تلاوة دون حكم فإن كان الطوسي يرى بالتحريم هذا اتهام من الرجل الآن الذي بجوارك بأنه يتهم الطوسي لأن الطوسي استدل بهذه الرواية وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة آيات كثيرة جدا ذكرها تندرج تحت الناسخ والمنسوخ منها على سبيل المثال قول عائشة رضي الله عنها في حافظوا على الصلاة على الصلوات وصلاة العصر الرواية في مسلم غفل عنها الذي بجوارك الرواية في مسلم تقول طبعا المجلد الثاني صفحة 112 عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله
ثم نسخها الله. نعم. فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عن شقيق له هي إذن صلاة العصر؟ فقال براء أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله. انتهينا. شيخ صالح بعد إذن حضرتك مداخلة. شيخ صالح بعد إذن حضرتك هي مداخلة للسادة المشاهدين الكرام. أنواع النسخ أعزائي المشاهدين ثلاث: نسخ نعم. حكم ونسخ تلاوة ونسخ حكم وتلاوة. سأتكلم. أنتم طويتم الآن مسألة التحريف، ولكن الرجل عندما ذكر تلك المرويات اتهم بها أهل السنة ومن علمائه من أقرها والرواية موجودة في الكافي. على العموم أدخل الآن في مسألة الإمامة. أقول الحمد لله الذي أنزل علينا هذا القرآن. الله عز وجل ذكر في القرآن آيات كثيرة، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك ويسألونك ويسألونك. كل هذه قد وردت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة وردت، الزكاة وردت، الحج ورد، الصيام ورد، كل هذه الأمور وعلى رأسها التوحيد قد ورد في كتاب ربنا. ولكن في مسألة الإمامة التي أقام الشيعة الدنيا على هذه المسألة لم نجد حتى وقتنا هذا نص صحيح صريح يفيد الإمامة التي يدعونها بمفهومهم. قال الضيف المحترم الذي في جوارك الآن هي الإمامة هي تمام الرسالة، ثم ذكر رواية في مسلم. طيب، وذكر بعد ذلك حديث الغدير، ثم اتصل الجميري وقال أجمعت الأمة أجمع أهل السنة إلا النواصب على أن هذه الآية في علي، وهي قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا أقول له هات لنا الآن من العلماء أو بين لنا بالرواية هذا الإجماع عند السنة إلا اللهم عند النواصب، قدمه لنا سجلها عندك عباس الجمري. كذلك ذكر قول الله عز وجل معك 30 سنة يا شيخ صالح، معك 30 ثانية فقط، معك 30 ثانية لتسمي الوقت. عفوا دقيقة أنا لم أتمم كلامي بعد. معك 30 ثانية عفوا دقيقة دعني أكمل. قال وأولي الأمر هنا يقول أنتم لا تلزموننا بما هو عندكم. طيب إذا كنا نحن لا نلزمكم بما هو عندنا لماذا يستدل الضيف المكرم الجالس في جوارك الآن بروايات عن أهل السنة؟ أنا عندي نقطة أتمنى من الجميع أن يعيها. نعم. الإمامة لا بد أن تثبت الآن بدليل متصل صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد. أما أن يذكر رواية الغدير ويذكر رواية في مسلم ويذكر رواية رضية الخميس ثم يقفز من نقطة إلى أخرى هذا يعني مرفوض تماما. شكرا الآن. شكرا لك صالح. عفوا يذكر لنا الآن بدليل متصل صحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتبه، ثم ننظر بعد ذلك وإن أراد من كتبنا يسمع الرد من عندنا كاملا حتى لا تقع تلك الشبه في قلوب الناس. شيخ صالح أنت معنا على الهاتف، لكن صيغ سؤال للأستاذ محمود سؤال كامل يسجله عنده ثم يرد عليه. أحسنت. السؤال الثاني تفضل. هل الإمامة بمفهوم الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية وردت في كتاب ربنا بصيغة صريحة أي بنص محكم لا يختلف فيه أي طائفة من طوائف المسلمين؟ نعم. سؤال ليس فيه متشابه أو تأويل. نعم. شكرا لك شيخ صالح. تفضل استاذ محمود أكمل نعم. حوارك. أولا أنا أستدل بكل كتب أهل الإسلام لأني لا أرى كفر أحد، فأستدل من البخاري وأستدل من مسلم وأستدل من الترمذي وأستدل من كل كتب. عندي رجاء. نعم. يعني نبرا يعني كلمة تكفير. لا لا لا, لا هو هو هو. يعني يا سيد يا أنت لا تسمع الرجل بيقول لماذا أنت تستدل بكتب البخاري ومسلم وغيرها. نعم. أنا بقول له برد عليه بقول له يا سيدي أنا أرى أنني أرجع في كل الأمور إلى كتب كل أهل الإسلام. نعم. وأعزز منها ما أرى من واجب وصحيح. سؤال الشيخ صالح بعدين صحيح. أنا كنت بكمل يعني كلامي أنا كنت بكمل كلامي حول الوصية. أكمل ثم نعود للسؤال. في البخاري ورد حديث في الجزء الأول عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلب عليه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية
ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا. وفي مسلم عن ابن عباس أيضا أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل الدموع حتى رأيت على خديه كأنها نظم اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا رسول الله يهجر، ويهجر أي يهزي، يهجر أي يهزي. هذه المقولة يثبتها مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى فقال عمر إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، أي أن هناك إبطال لكلمة ما أتاكم الرسول فخذوا. الحديث الثالث في مسند أحمد دعانا عند موت، يعني عشان أنا مش فاهم، نعم. يعني إيه إبطال لآية؟ إبطال لآية ما أتاكم الرسول فخذوه، قال حسبنا كتاب الله. وهنا الرسول يقول ائتوني بدوات أكتب لكم وصية لا تختلفوا بعدها أبدا. فقالوا لا، لأنه يهجر. يعني إحنا حاليا ما نعملش بالآية مثلا، لأن مقصود إيه؟ أنا مش فاهم. يعني الرسول وهو على فراش موته، نعم، صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه قرب على شرف على الموت، يعني لا قال لهم هاتوا ورقة أو ألم أكتب لكم وصية أوصيكم بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فتكاتلوا هؤلاء الذين قلت عنهم المؤلفة قلوبهم الرسول الذي ما حاول الرسول أن يمنعهم من دخول المدينة بأدب، فقال لا هجرة بعد الفتح. فلما حاول الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب منعوه، والرواية دونوها على لسان عمر. وفي مسند أحمد دعانا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضل بعده، قال فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. شكرا أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود ونستكمل هذا الحوار بين ضيفينا الكريمين، ابقوا معنا. عدنا أعزائي المشاهدين، نرحب بكم ثانية في هذه الحلقة من كلمة سواء. وكان الحديث للأستاذ محمود جابر حول الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الخميس. تفضل يا شيخ عدنان، لك الوقت كله. الحمد لله، بس نلتزم بعد حضرتك بهذا الحديث الذي ذكره من على هالخشب. قلت لك نحن نطلب دليلا فقط صريحا واضحا على هذه المسألة. وأقول بكل صراحة لو أن المسألة اقتصرت على الاعتقاد إنهم هم يعتقدون أن الولاية لعلي لها من الأمر، ولو اقتصرت على أن علي أفضل من أبي بكر وعمر نقول بارك الله لكم في هذه الأفضلية. أما أن يتعدى الأمر إلى أكثر من هذا، بل إلى يقول الآن الإمام المفيد يقول اتفقت الإمامية، شوف هذا إمام عظيم والله اسمه عندهم شيخ الطائفة، على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة لم يقتصر الأمر على علي رضي الله عنه، وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر. يعني كل أهل السنة كل أهل الإسلام كفار، لأنهم لا يؤمنون بالمهدي الذي في السرداب. نعم. والله أنا أقول لك إن سكوتي على قلة أدبك، نلتزم أدب الحوار. أنا أريد خارج لحظة، يعني الآن والله لا أبدأ إلا من جديد، يعني هذا شرط. أبدأ من جديد. أيوة. فضل. يا إخوان أنا أريد أن أقول قيل. والله لست ضعيفا، والله لساني لا تكدره الدلاء وبإذن رب العالمين. لكني أسكت لأنه يريد أن يخرجنا هو الجمري عن الموضوع، فيقول جمري أنت كذاب أنت كذاب أنت كذاب، ثم بيطلعوا بيتبادلوا الكذب بيناتهم هم، لأنه واحد قال الكتاب طبع واحد قال ما طبع، فهم يريدون أن يخرجوا. بالمناسبة بمناسبة الكذب عندنا التسجيل الذي وعدنا السادة المشاهدين به لدينا، يعني إذا ما أردنا ما عندي كان هناك وقت أن أرد. إذن يا إخوان اللي عبلومني على عدم الرد على شخصي، أنا بعت كرامتي لله، أنا بعت
ذمتي وأماتي وكله عرضي لله عز وجل. فأنا أربأ بنفسي عن الرد عليهم وأنا أتكلم يقول كذاب يقول كذب. لاحظوا، لكن أنا ما عاجز أقول له أكبر منها، لكن ما أريد أن يضيع الموضوع. لاحظ ولا أضيع الوقت، نحن نوصل رسالة لسنة مشاهدة. أيوة فقط هذا قصد فضل الشيخ عدنان. يعني إذن رد على هذا الحديث هذا مهم. اتفقت الإمامية على أن من أنكر الآن اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله عليه من فرض الطاعة فهو كافر مضل. بيقول لي هو كذاب. أنا أقرأ من كلامكم اللي عجبني، أنا مستغرب من الشيعة إذا قرأنا من كتبهم غضبوا، إذا قرأوا من كتبنا فرحنا. طيب كافر مضل مستحق للخلود في النار. أوائل المقالات الصفحة 44. يعني هذا الكلام للمفيد مفيد من لم يعترف بالإمامة، مو بس بالإمامة. أنا أقول صدق بكلها. طيب إذن ليست القضية في علي رضي الله عنه فقط. نعم، نحن الآن كلنا سمعنا من السنة والشيعة لم يؤت بدليل واحد. سأجيب عن أمرين ذكر هم من الحديث الذي ذكره الشيخ محمود. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب كتابا. أقول والله هذا حق، وإن كان إذا بدي عامله بالمثل بقول له جيب البخاري. جيب البخاري، يعني حديث البخاري ولا لا؟ جيب البخاري. البخاري ولا لا؟ جيب البخاري. هو هكذا كان يقول لي. أقول له هذا الكتاب اللي جيب الكتب أحمله 200 كتاب. لكن نحن أصحاب حق أهل السنة، أقول والله هذا الحديث بغير اللفظ أو الثاني هو في البخاري. لكن عندي سؤال ظريف، أين كان علي لماذا لم يأتي بالخطاب؟ لماذا لم يأتي بالورقة والقلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينهي هذه المشكلة؟ لماذا؟ لاحظ لماذا لم يصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ لماذا لم يصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان عرض النبي صلى الله عليه وسلم عرض شورى لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. فقال ائتوني بكتاب وقلم لأكتب لكم. سؤالي أين كان العباس؟ أين كان علي؟ أين كان ابن عباس؟ أين كان أهل البيت؟ أو عمر يخافون منه كلهم؟ والله أمر عجب وغاية في ما بيصدق إنسان. الرسول قال لهم ائتوني بكتاب. عمر بن الخطاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، اتركوا في مرضه ولا تتنازعوا عنده حتى لا يثقل المرض عنده. صور كيف أولها. فنحن نقول له حتى يبين هذا التأويل الفاسد، نقول له ولماذا علي رضي الله عنه وقف مكتوف اليدين والعباس لم يتجرأ أن يأتي بورقة والقلم؟ لأنهم فهموا أن المسألة شورى. ولذلك قال عمر حسبنا كتاب الله. لكن إذا واحد يا أخوان قال حسبي الله، معناته بنقول له أنت ما حسبك القرآن كذلك؟ هذه كلمة مفهومة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الدين النصيحة. يعني ما في دين في الصلاة، ما في دين في آخر. هذا يعرف لخص 30 سنة عدنان الرد على هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم عرضا شورى إنه ائتوني بورقة وأكتب لكم. فقال عمر اتركوا اللغط عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو مريض لا تتعبوه. ولذلك علي أطاع عمر. فإذا كان هناك فجور من عمر فلاحق الفجور علي لأنه أطاع، قال تركوه في وجعه، فجاء علي وأطاع عمر وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه. معنا الشيخ صالح. شكرا شيخ عدنان. معنا الشيخ صالح على الهاتف مرة أخرى. لم يكن، تفضل اسمح لي. أنا لم أتحدث في تأويل. أنا أوردت ثلاث روايات، الأولى في البخاري ولم أتدخل فيها، الثانية في مسلم، الثالثة عند أحمد في مسند، ولم أتدخل. أنا سألت في النص ولم أتهم عمر. يعني أنا لم أتهم عمر أو غيره، ولا أستطيع أن أتهم أحد. أنا أوردت نص وأسأل فيه الشيخ، الشيخ لم يجب. الأمر الثاني، الكلام حول وأمرهم شورى، هل النبي أمرهم شورى أي المؤمنين؟ هل النبي واحد من المؤمنين أم متفوق عليهم؟ يعني هل النبي صوته بواحد بين المؤمنين أم هو صوت يفوق الخيار؟ أمر النبي كيف يعصى؟ الأمر الذي أورده يعني هل النبي كتب في هذا الحديث الكتاب؟
النبي قال وأين أوتوني. هذا الكتاب ولماذا لم يأتي به؟ النبي قال أوتوني هاتوا ورقوا ألم، خلص وانتهى الحديث. وعمر رفض، وعمر رفض كما في رواية البخاري وكما في رواية مسلم. والشيخ يمكن أن ينكرها يقول لا ده ما حصلش، أنا ما قلتش، أنا بقول هنا قال كذا، لكن هو منعهم أن يأتوا بهذه الورقة والقلم. منع من؟ منع الصحابة أن يأتوا بذلك. عمر منع علي. أنا لم أقل كان الإمام علي موجود، أنا لم على أقل الشيخ عدنان بيسأل يعني عشان هو مش راضي يتدخل معي. كل الصحابة كانوا موجودين يعني قالوا بيت النبي والعباس وابن عباس فلما القرآن وغيرهم فلما حول النبي فأغلبهم عمر فلما اشتد النزاع طردهم النبي وقال فالذي فيه خير اطلاق، يعني طردهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده لأنه لا يجوز النزاع عنده، وهذا ما قاله البخاري الآن لا يجوز النزاع عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يبقى طب معلش اتفضل. أنا بعبر عن وجه نظر المشاهد. قول يعني هذا الحديث نعم. لماذا علي أطاع في يعني هل عمر كان بهذه القوة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي بعد حضرتك احنا نعرف ايه ليس يعني نعرف ان انت الان لسه قائل ان النبي هو الكل نعم العليا هو نعم نمرة واحد نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال وعمر رد نعم، هل كله سكت اشتد طاعة لعمر عصيانا للنبي؟ لا حصل نزاع يعني ما بين الموجودين ما بين قالوا انا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي انت هتبقى خليفه نعم امسك السيف واطير رقبتك. انا بسال خلينا بالبلدي كده بالمصري عظيم عفوا لكل هذه الروايه في البخاري صحيحه ما هي صحيحه، لكن احنا عايزين نقول ماذا انتهت لا انتهت انا بسالك انت نعم يعني انا بسالك لا 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 انت ذكرت نعم. الروايه أنا الى ما انتهت هذه الروايه انا قلت هذه يعني لماذا اطاع علي ولماذا لم يتكلم يا سيد وهل الكلام الذي قال عمر يا محمد بيس ابنك فضل عمر عن مش ممكن كده مش ممكن لا انا بطرح اسئله سيد لا لا انت فضل. يعني انت مش مدير نعم انت كده تبقى انت لا 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 انا بطرح نعم. اسئله العامه انا قلت اتفضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين نعم. الرسول امر امرا باتيان اتوني ظهر هناك من قال ان الرسول غلب عليه الوجع نعم، فالبعض انقسم الحضور ما بين من قال نأتي للرسول بالورقة والقلم والبعض قال لا نأتيه لأنه عنده وجع واشتد النزاع. الرواية بتقول كده فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا لا يعني اشتد النزاع مش هو أمر أصدره أنا لم أقل أنه أمر أصدره عمر، لكن النص هنا بيقول إن عمر اللي تزعم مسألة إن هو يرفض ثم اختلفوا طيب. فانقسموا طيب. منهم أنا لست خصما لعمر أو غيره خصما لأحد. نعم. فمنهم من كان مع عمر ومنهم من كان مع الآخرين. انتهى الأمر بهذا. هل هذا يدل على أن الرسول كان ينوي شيئا ولم يفعل؟ إذن هناك نقصان في الدين. كان ينوي الضبط ضبط أمر في اللحظات الأخيرة ثم منع منه الأمر الآخر. منع منه؟ يعني الدين ناقص؟ لا لم يبلغ الرسول ناقص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه في أكثر من مرة يعني في آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك حديث عن أبي هريرة يقول فيه والحديث في الترمذي يقول كنا نصوم يوم غدير خم. طب بعد اذنك يا استاذ محمود يعني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم يعني نزلت قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم نزلت قبل مرض النبي نزلت في غدير ما هو امر ولايه علي يعني معنى كده ان الرسول لم يكن ليحتاج الى ان يكتب كتابا بعد هذه الايه. انت كده تحولت الى طرف. لا سيبني اقول فكرتي عشان الناس تبقى واخده يعني انت تقول الايه قالت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كانت قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ليس هناك نواقص في الدين الحنيف بعد هذه الايه. انا لم اقل ان هناك نواقص. انت قلت انه طلب كتابا كي يكتب وصيه. الوصيه كانت تاكيدا وليس اضافه او ليس اتماما. معك 30 ثانيه لخص ما تقول. وليس اتماما. الوصيه كانت تاكيدا. 30 ثانيه للتوصيه. لا انت كده خلاص انا مش هتكلم خد المايك وامشي. لا اصل انت كده طول الوقت بتكلمني وبتقطعني وقطعت. انا برد على ما يرد في اذهان المشاهدين يا استاذ محمود. لا يعني انا كده توترت. وانت هل لنا ان نتفاهم؟
انا انت فاهم انا وظيفتي حضرتك انا ادير الندوه لكن في نفس الوقت انا لكن في نفس الوقت اتفضل. وظيفتي يا اخوان بعد اذن حضرات الساده المشاهدين سواء من اخواني الاشياع او من اخواني السنه انا وظيفتي ان ما يعني في ذهن المشاهد الذي يجلس امام التلفاز اذا ما قصر احد من ضيوفي الكرام سواء المتداخلين سواء ضيوف الكرام على طاوله الحوار او ان اكمل باسئله ما يرد في ذهن المشاهد سواء لصالح السنه او لصالح الشيعة فانا اناقش الشيخ عدنان كما اناقشك يعني انا محايد نعم لكن لا ينبغي ان تنتهي الحلقه ويقول هذا الرجل المذيع كان المفروض يقول 1 2 3 4 هذا نقص في عملي في مهنتي يا استاذ محمد معي 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 الشيخ صالح على التليفون تفضل الشيخ صالح العزمي معنا على التليفون تفضل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله انا في الحقيقه ارى بان الضيف فتح يعني نصوص كثيره الان انا اساله هل تريد مني ان ارد عليك في نصوص ترزيه اريد منه جوابا نعم هل تريد ان ارد هذه الروايه؟ هل تريد ان يرد الشيخ صالح على هذه الروايه استاذ محمود؟ حتى انا قلت هذه الروايه صدقا ام كذبا؟ نعم اتفضل رد يا شيخ صالح. طيب ارد علينا اولا بس ارفع صوتك من فضلك يعني ارفع صوتك. طيب ننهيها ثم ننتقل لنصوص اخرى. نعم مع التفكير بسؤالي لم اجد حتى الان نص مؤتى في كتاب الله يفيد الامامه بمفهوم الشيعه الاماميه الجعفريه الفيعجريه. هذا دولة طب شيخ صالح شيخ صالح عفوا عفوا شيخ صالح هناك مشكلة هندسية في الصوت يعني إلى أن تنتهي هذه المشكلة الفنية سنعود إليك مرة أخرى لكي ترد على الأستاذ محمود طيب. وقت الشيخ عدنان اتفضل الحمد لله وبعد نحن طلبنا نصا في أن عليا الوصي وأن ويترتب على ذلك أن أبا بكر وعمر اغتصبوا وإلى غير ذلك مما ذكرنا أين الدليل أين الدليل في الحديث الذي أورده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي لعلي لماذا لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي لأبي بكر بالدليل أنه بعد هذا الكتاب أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يأمر عليا أن يصلي بالناس انتهت القضية إذن هذا الحديث عليهم ثم قال هل النبي واحد من المؤمنين في حالة الشورى أبشره أقول له نعم هو واحد من المسلمين في حالة الشورى بدليل مشاورتهم في أحد فقال لهم إننا نرى أن نبقى بالمدينة في أحد وفي بدر وفي طائف لما سألوا قال هو وحي أم الرأي والحرب والمشورة لا الرأي والحرب والمكيدة أيوة ثم في أحد قال لهم تخرجوا ولا نبقى في المدينة أفضل قالوا لا نخرج فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه لأجل الشورى وهناك أمثلة كثيرة لكن الدندنة هنا الدندنة أين الدليل على في هذا الحديث على أن الولاية لعلي وأن الكلام المفيد والأئمة من بعده ومن قبله يقولون بكفرنا لأننا لم نؤمن بهذا ما جاء بالدليل السؤال الذي ينهي القضية من جذرها لماذا علي وقتي كله للأستاذ بس يجيب إذا ما أجاب يرجع وقتي من جديد لماذا علي أطاع عمر ولم يأتي بالورقة والقلم فضل قبل أن يجيب الأستاذ محمود معنا الشيخ صالح عاد إلينا مرة أخرى في الاتصال تفضل يا شيخ صالح والأستاذ محمود يوافق على أن ترد على هذا الحديث طيب أنا أسأل الضيف نعم اللي معك نعم أستاذ محمود الشيخ عدنان قال لك لماذا وافق الإمام علي على عدم إحضار لماذا لم يحضر أعتقد أننا أكلم ناس يعني عندها عرض معك الشيخ صالح ثواني يعني انتظر يعني معنا قليلا للرد على سؤال الشيخ عدنان قدر من الفهم اه لما نقول ان حدث تنازع يعني انقسم الناس فريقين والقضيه لم تكن بين الامام علي وبين عمر القضيه كانت طبعا هو الوقت وقتي لامر اليس كذلك؟ لا انا سؤالي لماذا علي لم يحضر الورقه والقلم؟ لم اسالك علي من اي الاحزاب سألتك ليش ما أحضر ورقة وقلم وأطاع الرسول فهو عاصي للرسول وخاصة إذا كان يشعر عليه أيوة علي عاص للرسول صلى الله عليه وسلم ليه ما أحضر ورقة وقلم يجب عن هذا لماذا اسمع محمود تفضل يعني علي عاصي للرسول والذي قال أن الرسول يهجر أي يخرف ليس هذا السؤال ليس هذا الجواب ليس عاصي للرسول ليس هذا الجواب لماذا عصى علي الرسول لم يحضر ورقه وقلم
ما هو سؤال حدث واضح، سؤال قلت حدث عند الرسول تنازع. تنازع طائفتين. والتنازع يمكن أن يستغرق دقيقة واحدة وترتفع الأصوات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال واضح. ولماذا يعني لم يذهب إلى بيته ويأتي بالورقة والقلم قاعة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو سؤال واضح وصريح، لماذا لم يأتي الإمام علي بورقة كلهم أن يجيبوا بس فقط؟ هو سؤال، لماذا لم يحضر ورقة وقلم؟ نشبه المسألة. تفضل حضرتك، نضيع المسألة. معلش يا دكتور، حضرتك دع له الفرصة. حضرتك ولك ثلاث دقائق كما تفضل. لا حضرتك موجود نعم، واخد بال حضرتك، بتطلب أمر. المجموعة اللي موجودة في الاستوديو 10 فانقسموا إلى نصفين فتنازعوا فطردتهم برا، خلص الموضوع. الموضوع كان في لحظة خلص في هذا الأمر. نعم. الله السلام. نعم في هذا الأمر. علي كان ممن الرسول علي ما دام الوقت لي. نعم تفضل. علي كان من الذين يرون أن يحضر ورقة وقلم، أليس كذلك أم لا؟ علي كان من الذين يروا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يطعه يحضر الورقة والقلم؟ ترضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ثم طاعتهم بعدم الاستجابة المرة. يعني ابن عباس يقول الرزية نعم كما طريدة. عمر طرد طرد نعم كما كلهم طرد. جميل. إذن كما كلهم طرد. لماذا يعني بالراحة كده ونفهم. أيوه جميل. أنا عاد أفهم. جميل فضل. والله جميل، أنا بحب المحاورة. تفضل. الآن علي رضي الله عنه كان رأيه أنه يحضر ورقة وقلم، ليش ناقش عمر؟ المفروض المسارعة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمجرد قال احضري ورقة وقلم يرمي بقول عمر عرض الحائط ويذهب إلى بيته ولا يعمل مشكلة. إذن أنت تكذب الرواية، أنت تكذب الرواية. ليست هذه نقطة البحث. لا ليست هذه نقطة البحث. ليست هذه نقطة البحث. أنت تكذب، كلمة صحيحة، أنت تكذب هذه الرواية التي في البخاري. أكذب فهمك. ما قال لك نصدقها يا أستاذ محمود. هو قال لك نحن فهمك. بص قال نصدقها لكن على ما اكتملت. هي ده حوارنا اللي بنتناقش فيه دلوقتي. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم طرد كل الموجودين. وكان من بينهم علي. نعم. يعني من الذي سمي في المعصية؟ سؤال ثاني. من الذي سمي في المعصية؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كل ما أمرهم أمر يأمر بورقة وقلم، لماذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم علي وفيكم؟ اسأل البخاري. نعم. اسأل البخاري. ما أسأل البخاري. أسأل الذين كفروا العبادة لأجل ذلك. اسأل البخاري. أسأل العبادة. ناخد رأي للشيخ صالح. وين روايتكم أنتم؟ وين روايتكم؟ هقول لك الروايات. نسمع إلى الشيخ صالح لأنه معنا على التليفون من الكويت منذ زمن. تفضل الشيخ صالح وناسف للإطالة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام. أنا في الحقيقة أريد أن أتكلم بالنسبة لرواية غزية الخميس ولن نتجاوزها حتى نتفق عليها. تفضل. الضيف المحترم، هل علي بن أبي طالب كان معهم أم لم يكن معهم؟ الأستاذ محمود قال معهم. معهم، جميل جدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إيتوني. هل علي يدخل في هذا الأمر أم لا يدخل؟ الجميع، كل الحضور كان يدخل في الأمر. جميل جميل جميل. طيب هل علي بن أبي طالب أتى بهذا الأمر أم لم يأتي بهذا الأمر؟ أضبط الحديث، يعني الحديث لما ذكر من الذي تكلم وقال أن النبي يهجر، الرواية في البخاري ومسلم، من الذي قال منع الناس أن تأتي بالورقة؟ منعهم. الرواية تقول أنه منعهم، والرواية الأخرى تقول أنه هجر. فكذب الرواية وأنا أتنازل، يعني كذب. طيب. كذب ما جاء في مسلم، كذب ما جاء في مسلم، وكذب ما جاء في البخاري. وقال لك الرواية صحيحة لكن نعم. لكن على ما اكتملت منعهم. نسمع نسمع بس نسمع حتى نصل الى نتيجة رجاء. نسمع الشيخ صالح. تفضل الشيخ صالح. تفضل الشيخ صالح. سؤالك التالي. تفضل. انا اشهد الله عز وجل بانني اؤمن بصحة هذه الرواية. هل تؤمن انت بصحة هذه الرواية؟ اؤمن بصحتها. نعم. يبقى نتناقش حولها. جميل. طيب. أنا أقول بأن لا عمر ولا الذين قصدتهم بقولك منعوا استطاعوا أن يمنعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هل أنت تقول بأنهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أقول، الرواية تقول. الرواية تقول. يا 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 سيد صالح، يا سيد صالح، الرواية تقول فقال عمر أن الرسول قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله.
ورواية ومسند أحمد يقول فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها ومنعها. يا أستاذ تفضل. أنا سؤالي واضح جدا. هذا الكتاب الذي أراد، طيب أنا أطرح لك سؤال بصيغة أخرى. هل أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل أراد أن يكتب كتاب أم لم يرد أن يكتب كتاب؟ أراد الرسول أن يكتب كتاب؟ تفضل. وإلا لما قال لهم ائتوني بكتاب لا تضلوا بعده. جميل. طيب هل كتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عمر، النص يقول قال عمر أن النبي غلب عليه الوجع وعندكم سؤال كتاب الله حسبنا. يا استاذ محمود، سؤال الشيخ صالح صريح، كتبه ام لم يكتبه؟ ما انا بقول اهو، لماذا لم يكتبه؟ يعني كتب لم يكتبه لانه منع عمر الناس. نعم نعم، تفضل يا شيخ صالح. الروايه تقول ذلك ولا اقول. جميل نعم. جميل جميل، اتفضل. الله عز وجل يقول في كتابه، الله عز وجل يقول في كتابه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. والله يعصمك من الناس. نعم. ان الله لا يهدي القوم الكافرين. وعمر بن الخطاب مما لا شك فيه أنه أحد هؤلاء الناس. الله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس أي يا رسول الله، وأنت تقول أن عمر منع من الكتابة. الآن هذا الكتاب الذي تدعون أنتم أيها الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتبه ولم يكتب هذا الكتاب، من أين جئتم جدلا بأن هذا الكتاب المراد به الوصية؟ تفضل. أقول لحضرتك. قولي. تفضل. في حديث الغدير الذي نزل في اليوم أكملت لكم دينكم، والحديث رواه مسلم في صحيحه في الجزء السابع، والحديث رقم 122. استاذ محمود عن لا أنا, محمود. أنا, 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 انا هنا ما يعني لا حديث الغدير لا لازم حضرتك لا انا بس عايز اوجه حاجه. احنا قربنا على نهايه الحلقه. نعم. وحديث الغدير ده يحتاج لحلقه كامله القادمه ان شاء الله. ما هو ده جزء من هل نتحدث اليوم حول حديث الخميس. نعيد السؤال تاني. هل مات رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم؟ انا ليس عندي وقت، انا فقط عندي 7 دقائق. عيد سؤالك. فاذا ما كان عايز تضبط المحور. نعم. ارجع عيد. يبقى خلينا في حديث علي. يعني دلوقتي انت قلت بعد اذنك يا شيخ صالح، يعني انا بس اوصل الصوره للشاهد المشاهدين. حضرتك قلت الحديث شيخ صالح قال هل هناك كتب الوصية أم لا؟ قلت لم يكتب. علي طرد مما مع من طرد؟ نعم. نعم. قلت أن عمر منع، قال لك الشيخ صالح يعني أن المولى عز وجل قال والله يعصمك من الناس. نعم. محدش هيقدر يمنعك من أن تبلغ كلامي أبدا. الله يعصمك من الناس. واخد بال حضرتك؟ عليها رد رواية الغدير. نعم. يبقى يعني نستكملها الحلقة القادمة. نعم. لو لم تفضل يا شيخ صالح، لو لك أسئلة أخرى نكمل. أستاذي هو يقول عليها رد، أنا أقدر أعمل، أنا أستطيع الآن أن أعمل بحث وأجعل كل كلمة يقابلها رد، هذا غير صحيح. الله عز وجل يقول في كتابه هذه الآية ظاهرة أمامنا والله يعصمك من الناس. نعم. السؤال كالتالي الآن، تفضل. هل أين علي؟ أين العباس؟ أين القرابة؟ أين الصحابة؟ الكل نزل على قول عمر وسكتوا. طيب ما هو موقف؟ طيب انا اعرض عليه عرض امام الجميع. تفضل. نريد موقف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من هذه الحادثه من كتبه. نعم. بشرط ان يكون الاثر او الروايه التي يقدمها متصله صحيحه، لا ان ياتي بها منقطعه هكذا. لا توجد هذه الروايه في كتبهم اصلا يا شيخ. هذا امر. الامر المهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يكتب هذا الكتاب وهو وحي مما لا شك فيه، لأن هذا من الدين، لا يعقل أن يكون من ليس من الدين، كيف يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب هذا الكتاب الذي يدعون بأنه واجب، بل يدعون بأنه ركن، لأنهم يريدون بذلك الوصية. طيب من قبلها ذكرنا لكم هذه الوصية لم تكتب، وأراد أن يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وبجواره علي بن أبي طالب والصحابة، واستطاع عمر دون غيره أن يمنع كل هذا التشريع. طيب بغض النظر عن هذه الرواية التي هي غير موجودة في كتبكم أصلا، سألناك ابتداء أين أجد في كتاب الله عز وجل النص الصريح
الذي يفيد الإمامة بمفهوم الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية أخطأ حتى لا يقع خلاف بين الناس. لا أخطأت يا شيخ صالح. الله عز وجل قال في كتابه شيخ صالح عفوا 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 الله عز وجل قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب. شيخ صالح شيخ صالح شيخ صالح نستمع للشيخ عدنان طيب بعد إذن حضرتك. يا شيخ صالح أخطأت أنا أعترف أنني أخطأت. أنت تقول من الدليل من الكتاب إيه هو فنش من الكتاب ليش ترجع هو عجز هو وصاحبه فراح وجدوا هذه الرواية فأنت رجعتم إلى ما عجزوا عنه ولذلك دعنا في هذه الرواية ما أتوا إلا بآية إني جاعلك للناس إماما عن إبراهيم فانتهت القضية الله يسامحك ويهديك ويصلحك. الآن إجا دوري أظنه بعد هذا المدى. طب نوني حديث الشيخ صالح تفضل آخر 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 دقيقة لك شيخ صالح. طيب لا بل الله عز وجل قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نحن نقول لهم أيها الشيعة من هذا المنبر أمام الجميع ويسمع الجميع هاتوا لنا من كتاب ربنا المصون الغير محرف دليل محكم صريح يفيد الإمامة بمفهوم الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية نريده من حقنا شكرا عليك شكرا شكرا لك شيخ صالح الوقت عشان ضيق وقت الحلقة معنا على الهاتف قبل الشيخ عدنان الأستاذ عباس الجمري تفضل. السلام عليكم أستاذ محمود. أستاذ محمود تفضل. قلت لك ألف مرة إلزم الوقت أستاذ محمد تفضل. إما تنصفنا في الوقت أو ننسحب نفشل برنامجكم الفاشل. نحن ملتزمون بالوقت يا استاذ عباس الاستاذ محمود اخذ 3 دقائق النهارده منهم دقيقه ثم دقيقتين تدخل الشيخ عدنان معاه اخذ وقتي كله وبعدين اخر مره الشيخ عدنان ساله سؤال وكان له 3 دقائق خدها كلها. انت يجب ان تكون محايد. عموما اعتبرني رجل فاشل في اداره الحوار. تكلم برنامج كله فاشل. انت استاذنا يا استاذ عباس يعني انت استاذ لنا. وبعد اذن حضرتك خلينا في موضوع الحلقه عشان وخلينا في موضوع الحديث عشان الوقت. نعم اعطيني 10 دقائق اتفضل. كل هذا التهريج ارد عليه. بص يا استاذ عباس معك 3 دقائق فقط لتتحدث حول هذا الحديث والاسئله التي طرحها الشيخ صالح والاسئله التي طرحها الشيخ عدنان. تفضل محمود اذا اردت نساعد معك اجمع اوراقك. تفضل استاذ محمود. رد نعم نعم سيد عباس اجمع اوراقك اما ينقصون في الوقت هؤلاء المفلسون او لا نناقش. تفضل يعني انا ما سمعتكش بس يبدو ان ليس هناك ادب في الحوار يا استاذ عباس يعني ارجو ان نحافظ على ادب الحوار. انا قلت ده في بدايه حلقتي بعد اذن حضرتك انا قلت هذا في بدايه الحلقه لك 3 دقائق اذا اردت ان ترد على هذا الحديث في اسئله الشيخ صالح وأسئلة الشيخ عدنان تفضل إذا لم يكن فلنقطع الوقت. سأرد عليك ولكن سوف أتفق مع الأستاذ محمود إما تنصفونا في الوقت أو لا ندخل معكم في برنامج. لا كل الوقت أنت ضيعت الوقت في سجال أنت بهذه الطريقة ضيعت الوقت في سجال. تفضل معك الشيخ عدنان اللي يسمونه الشيخ. نعم. يقول إن الله ذكر النحلة والنملة والبعوضة ولم يذكر علي ما هذا التهريج. ذكر ايضا العذراء ولم يذكر ابو بكر ولم يذكر عمر معنى هذا أستاذ ان العذراء استاذ عباس عمر. يا استاذ عباس من فضلك نحن نتحدث حول الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وذكر استاذ محمود ان سيدنا عمر ترى يعني منع الرسول او منع كل الموجودين من ان ياتوا بكتاب للنبي. تحدث حول هذا الحديث من فضلك يعني وغدا ان شاء الله نستكمل ما تريد. تفضل نستكمل. تعطيني 10 دقائق اول البرنامج. دعنا حول هذا الحديث من فضلك. تعطيني 10 دقائق في الحلقه القادمه. اعطيك 10 دقائق غدا باذن الله بل بعد اذن اداره القناه واساتذتي الكرام في هذه القناه لك ربع ساعه كامل. تفضل. طيب اوكي بس نتحدث دقيقتين لان ضاعت منك وقت دقيقه حول هذا الحديث. هذا الحديث فضل. حديث الهجر. حديث عمر. يقولون لماذا سكت علي؟ ما هذا التهريج الذي دائما تدندنون به؟ تبررون سوء ادب صحابي على رسول الله بسكوت شخص اخر. ما هذا اجراء علمي؟ اولا علي واهل البيت لم يسكتوا هذا اولا ونحن لسنا ملزومين. طب ماذا قدم؟ ماذا فعلوا؟ ماذا كان رد فعلهم؟ تفضل انتظر لا تقاطعني. لما قال هذه الكلمه عمر غضب رسول الله يقول الامام الكاظم فغشي عليه. لما غشي عليه افاق بعد ساعه فجيء قيل له ناتيك بورقه بدوات وكتب
قال بعد الذي قلتم فلا أخرجوا، فأخرجهم. يقول الإمام الكاظم وأرجع وأبقى علي والحسن والحسين وفاطمة وأبقى أسماء بنت عميس على الباب وأخذ يوصيهم. نحن لسنا ملزمين برواياتكم وتهريجكم، هذه رواياتنا. لم يسكت رسول ثانيا رسول عفوا لم نتهم أحدا من أئمة الشيعة بما كتب، وقلنا عن كلامي أنه أو لم نتهم الشيخ عدنان بأنه تهريج. عفوا يا شيخ صالح، يا شيخ عباس نأسف انتهى وقتك، وغدا إن شاء الله نستكمل وأنت معنا ضيف عزيز كريم طوال الشهر الكريم. شكرا لك، تفضل شيخ عدنان. الحمد لله. وبعد محور القضية ونقطة البحث دليل حول أن الوصية لعلي ومن أنكرها فهو كافر، هذه نقطة البحث. طلبنا منهم دليلا واضحا. من قال أن هذه نقطة بس من قال أن هذه نقطة البحث؟ لا لا لاحظوا التشويش. لا أنت ترك نقطة البحث في سؤال هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك وصية أم لا؟ ليس في المسألة في الكفر والإيمان. يا أخوان لا أنت هذا المحور الذي اتفقنا عليه. هذا الحديث يا أستاذ محمود بعد إذنك شيخ عدنان لك دقيقتين زيادة. لا يا أستاذ محمد حضرتك مدير بمعنى أنه هو حينما يفرض محورا لم نقل هو لم يفرض محور. لا لما هو ذات المحور الذي بدأنا به الحلقة. لا يا أستاذ أنت نسيت لا محور الحلقة. هل هناك وصية بالإمامة مجملا أو بالحكم أم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر شورى؟ نعم أنت قلت هذا الحديث. ماذا هذا الحديث؟ هذا الحديث يوصيه. ماذا قال الشيخ الفاضل في حديثه؟ قال هل من لم يؤمن بالوصية كافر ولا لا؟ احنا لم نطرح قضية مسحوبة مسحوبة الوصية ضبطا مسحوبة. تفضل نحن نتحدث حول هذا الحديث فضيل الشيخ عدنان ولن نتجاوز. المسألة إذا كانت مسألة فقط اعتقادية على أمر مضى نقول بارك الله لكم في هذا الاعتقاد. يعني هم لو قالوا أن الوصية لعلي نقول لهم الآن يعني أرجوك تفضل. لو كانت الوصية أنه مسألة يعتقدوا أنه الولاية لعلي والمسألة انتهت نقول لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. انتهت قضية. لكن المسألة لما رتب عليها الشيعة من ثمار وآثار شتتت الأمة وفرقتها وأسفكت الدماء إلى غير ذلك. هي المشكلة، ليست مشكلة أنه يعتقدوا. أنا أقول عن أهل السنة بارك الله لكم في هذا الاعتقاد، لكن لا تثيروا لأنه تحت قضية. لكن ليس الأمر كذلك، الأمر كما أورد. نرد على هذا الحديث. طبعا كلكم عرف نحن نسألهم بمنتهى الأدب بمنتهى الخلق بمنتهى العلمية والحوار الأدب ونقول لهم إن الله ذكر إن ملائك كذا. كيف غفل أن يذكر علي لينهي أمة مشكلة؟ ذكرنا لهم قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. إذن الله هدى الصحابة فما كان ليضلهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأنا له وين جواك على هذه الآية؟ فإذا به هدانا الله وإياه يقول حديث الذي ذكره حديث الخميس يسمونه أن عمر حال دون الكتاب. نسأله من الأسئلة عمر منع علي ما جاب بالورقة كذا، وين الدليل في هذا الحديث عمر أخطأ يعني فرضا ومنع علي بقوته وغير ذلك؟ أين الدليل في هذا الحديث أن الوصية دي مو هذا نقطة البحث؟ لا. أين الدليل في هذا الحديث أن النبي كان يريد أن يكتب لعلي وينوي أن يكتب عليه أو ينوي؟ أين الدليل على هذا؟ ما جاءوا بالدليل. اثنين، هل اكتمل الدين قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أم لم يكتمل؟ نحن نقول اكتمل، لكن عندما يرون أن الولاية ركن قبل الصلاة وقبل الصوم، وسأتكلم غدا إن شاء الله عن مزيتها عندهم، عند ذلك نقول لهم إذا لا فائدة ترجى من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم أو عدمها أمام قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إدارية ليست دينية، لا تقدم ولا تؤخر شيئا بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طيب يقول لا لسه والله لغ دقيقة ونصف طيب من لسه أولي. مع هذا كله أنتم تقولون أين علي؟ أين الله؟ ما يقسم ظهر عمر؟
ويبين ما يريد أن يريده الله عز وجل للأمة. أين الله عز وجل؟ لماذا لم يقدر وقتئذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب ذلك؟ الجواب الذي يقسم ظهورهم من أوله إلى آخره. وأريد أن يجيب الحلقة القادمة يكتبوا ويجيبوا كل الشيعة. شوف يا أستاذ أرجوك أن تؤكد هذا. هل يلزم من تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله الكتابة؟ لا يلزم. هل يلزم أيها الشيعة؟ هل يلزم؟ لا هو الجواب لا. هل يلزم من تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله الكتابة؟ أبدا. بلغ حديث غدير خم بدون كتابة، بلغ الصلاة والصوم والزكاة كلها بدون كتابة. إذن إذا كان يلزمه ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل الله إليه. والشيخ صالح كان قال في مداخلته للأستاذ محمود قال والله يعصمك من الناس. نشكرك عدنان، الوقت انتهى، الدقيقة ونصف. أعزائي المشاهدين، غدا بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن حديث الغدير، وليحضر كل من ضيفي الكريمين غدا كل ما يريد حول هذا الأمر ونركز عليه. وإذا ما كان هناك نقاط ضعف أو نقاط بحث لم نتناولها في هذه الحلقة حول هذا الحديث الذي حديث الخميس، سوف بإذن الله تعالى نفرد لها 10 دقائق فقط لكل ضيف، 5 دقائق حتى يكمل فكرته إذا كان هناك تقصير في الوقت. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء وحلقة قادمة من كلمة سواء.